ايه اللي بيحصل مع المنتخب الاول في خلال الفتره دي؟ 4 لقاءات، 2 وديين واثنين رسميين، والاثنين الاربعه بشكل باهت جدا. بص يا كريم، اقول لك على حاجه. نرجع بس الذاكره شويه من ايام كوبر. كان كل الناس طبعا معترضه على كوبر وطريقه كوبر والاداء اللي كان بيقدمه كوبر، مع ان احنا كنا بنكسب وكنا ماشيين كويس جدا. كنا في الامم الافريقيه مع كوبر، كنا خلاص كنا ناخد البطوله فاينل، صعدنا معاه كاس عالم. وانت في كاس عالم ما اديتش الاداء المطلوب، ولكن انت عملت الانجاز المطلوب منك اللي انت صعدت كاس عالم. بعد كاس عالم انا من الناس اللي انا كنت معترض ان كوبر يمشي، والله، لان كان في حاجه احنا شايفينها في الملعب، اللي انت بتدافع كويس، في اسلوب، يعني في اسلوب اللي انت شايف حاجه، اللي انت شايف حاجه ما بتشوفهاش. ممكن يكون مثلا ايه زي الايام دي انت مش شايف حاجه، مش شايف حاجه ان اللعيبه متفقه مع المدرب على حاجه معينه تعملها في الملعب، ولكن انت مع كوبر بتشوف حاجه معينه. انت بتلعب باسلوب دفاعي وبتلعب على الهجمة المرتدة، في عندك ناس قدام بتعمل الفرق مع محمد صلاح، تريزيجيه، لو رمضان صبحي بيبقى موجود، عبد الله السعيد، فبتعمل حاله في الناحيه الهجوميه. اعترضنا على كوبر، مشي كوبر، جالنا اجيري. طبعا مفيش اي اضافه خالص اللي انت ولا شايف حتى دفاعيه ولا هجوميه ولا تمركز ولا صح شكل ولا شكل أي ولا اي حاجه خالص، ولا اختيارات ولا كانت. جالنا طبعا الكابتن حسام البدري بعد معاناه تقريبا قعدنا شهرين واكتر فتره كبيره جدا، اللي احنا عاوزين نعرف مين المدير الفني. شويه كابتن حسن شحاته، شويه حسام البدري، كابتن حسام البدري، كابتن حسام حسن، ميدو، اهاب جلال. فاستقر الوضع على الكابتن حسام البدري، مع ان انا من الناس اللي كنت بحب جدا الكابتن حسام البدري هو يكون موجود في المنتخب. كنت شايف ان هو انسب واحد في الخمسه. انا كنت شايف انسب واحد كابتن حسن شحاته، بس بعد الكابتن حسن شحاته هو الكابتن حسام البدري. وانا قلت كده وصرحت كده يعني. يعني مش عاوز اقول بقى هي الفتره كانت صغيره على الكابتن حسام بدري اللي هو يعد الفرقه فيه كويس. عمل ماتشين وديتين تقريبا. انا برضو مش راضي عن الوديتين اللي انت بتكسب كل وديه ب1-0. حمدي فتحي اتصاب. حمدي فتحي دخلت على الماتشات الرسميه، الماتش اللي كان هنا مع تقريبا كينيا، عملت اداء مش هو الاداء برضو اللي يرضي المشاهدين، اللي احنا يعني بنامل في الكابتن حسام البدري اللي قدم لنا كره كويسه اللي احنا نشوف فيها اللي احنا ما شفناهوش مع كوبر. يعني كوبر الناحيه الدفاعيه كانت عنده كويسه جدا، كنا عاوزين نشوف الناحيه الهجوميه بشكل افضل. ولكن انا شايف دلوقتي في المنتخب انا بتفرج يا كريم على المباراه مش قادر اطلع حاجه اللي انا ممكن اتكلم عليها. يعني انا مش قادر اقول مثلا ايه دي ناس متفقه مثلا على حاجه، استحواذ مثلا، جمله معينه مثلا في الناحيه الهجوميه. ماشي. التمركز الدفاعي انا شايف ان الاثنين السيد باكين اسوأ فترات ليهم الاربع ماتشات اللي فاتوا، حجازي ومحمود علاء. انا اول مره اشوف حجازي بالشكل ده، مع انه عنصر اساسي في منتخب مصر هو حجازي. صح. محمود علاء مشتت الايام دي، لا هيمشي من نادي الزمالك، لا هيقعد عقود الاحتراف اللي جاي، حاجات كتير قوي. صح. ولكن انت في الفتره دي انت قلت كلمه حلوه قوي، انت قلت احنا مش يعني ما نقولش احنا ناقصين محمد صلاح ولا ناقصين فلان، احنا بنلعب جزر القمر. يعني ما ينفعش اللي احنا نقول ده احنا لسه ده محمد صلاح وعبد الله السعيد واللعيبه اللي هي مش موجوده، لا هتيجي تعمل فرق مع جزر القمر. لا، اللعيبه اللي انا شايفها النهارده في انديتها مركزه على منتخب مصر. صح. انا شايف مع انديتهم حسين الشحات في النادي الاهلي بيعمل فرق كبير جدا في النادي الاهلي. في منتخب مصر انا مش شايف حسين الشحات. تريزيجيه برضو، يعني تريزيجيه عاوزين نقول مثلا محمد صلاح دلوقتي هو موجود في الفرقه دلوقتي، تريزيجيه انا شايف برضو هو اللي ما بيعملش الفارق لما يكون محمد صلاح موجود. عندنا مشكله في راس الحربه، انت كهربا بقاله فتره ما لعبش، وكهربا ما لعبش راس حربه صريح بقاله فتره كبيره جدا، فانت بتجربه في راس الحربه. لو انت لعبت مثلا احمد جمعه في ماتش كينيا او اي حد، او حسام حسن، هو اسمه راس حربه، مكانه هو عارفه. صح. انت بتتكلم على كهربا لسه برضه لسه مش المنطقه دي برضو. المنطقه دي بعيده عنه. وانت الجون اللي انت حتى جبته في ماتش كينيا جون بالعشوائيه. صح. يعني هجمه مرتده كهربا حاول فيها قطع الكوره راح جابها جول. مفيش حاجه اللي انت ممكن، انا قاعد النهارده عارف ان احنا مش هنكسب.
لان مفيش الدوافع اللي عندك اللي انت ممكن تكسب، مفيش الروح، مفيش القلب اللي احنا كنا بنشوفها. يعني في حاجات كتير جدا يعني. طب خليني اسالك سؤال صريح، يعني هل الحكم على التجربه بتاعت كابتن حسام البدري، الناس النهارده بقت يعني تتضايق، هل بدري شويه الحكم ده؟ وده طبيعي في اي حته او اي منتخب او اي جيل او اي زمن، انه طبيعي ان انا استنى على مدرب كتير، ولا لا الجواب بيبان من عنوانه وده رابع ماتش وانا ما شفت الشكل فانا لازم اقلق من دلوقتي؟ والله بص يا كريم، الناس مستعجله. الناس مستعجله، الناس متخوفه النهارده اللي انت ممكن ما تصعدش. وكابتن حسام قال تصريح النهارده اوعدكم بالصعود، يعني فما ينفعش يا كابتن حسام ان انت تقولنا اوعدكم بالصعود. ده انت بتلعب تلات فرق وانت الرابع وبتاخد اول وتاني، وما ينفعش اللي انت ما تصعدش. صح. فالناس كلها حاطه امل على كابتن حسام اللي يغير الشكل والمنظر اللي احنا في انتظاره من زمان جدا. يعني انا بحب اتفرج على منتخب مصر لان عاوز اروح الروح والكفاح والقلب زي اللي كنت بشوفها دلوقتي في المنتخب الاولمبي. يعني اول مباراه للمنتخب الاولمبي ما اداش بصوره كويسه، بعد كده المنتخب الاولمبي خد روح انا ما شفتهاش بقالي فتره كبيره جدا. صح. بدا يعلى في لعيبه كتيره جدا في، يعني انا شايف النهارده في ناس بتقول احنا ناخد 2-3 من المنتخب الاول على الفرقه المنتخب الاولمبي. قبل البطوله كان العكس، ناخد 4-5 من المنتخب الاولمبي نحطهم في الاول، دلوقتي بقى العكس. فانا بتكلم الناس. صح. الناس يا كريم مشتته. الناس يعني النهارده في تخوف من عدم الصعود. وما ينفعش اللي انت ما تصعدش. المنتخب الاولمبي بيعمل حاله كويسه جدا في الكره المصريه بالجماهير، رجع روح 2006 زي ما احنا كنا شايفين كابتن حسن شحاته وكابتن شوقي غريب. فانا بقول اهو مستقبل مصر هو المنتخب الاولمبي، مش معنى كده اللي انت تقول المنتخب الاولمبي او ناخد 3 من المنتخب الاول على المنتخب الاولمبي، لا. يعني هم في 3-4 عناصر لازم يكونوا موجودين في المنتخب الاول. مصطفى محمد، رمضان صبحي بيمر بافضل حالاته. فيه صلاح محسن على فكره من الناس اللي هي كويسه جدا طبعا. ولكن هو اتظلم اللي هو بيتحط على الطرف. هو مكانه راس حربة. هو راس حربة. يعني انت راس حربة، انت مصطفى محمد وصلاح محسن موجودين، الافضل هو اللي يلعب.